أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ظهر من يقول بأن موالاة الكافرين ومناصرتهم لا تكون كفرا إلا إذا كانت معها المحبة لهم، فهل هذا صحيح؟ لا، ما هو صحيح. مناصرة الكفار ومعاونتهم على المسلمين هذه ردة عن الإسلام. اللي يعين الكفار على المسلمين هذه ردة عن الإسلام، ولو كان ما يحب الكفار. نعم.